السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات حل المحافظات، هنحل مع بعض محافظة الغربية. طبعا ما ننساش لايك وشير الفيديو ونفعل الجرس والتنبيهات على كلمة أول عشان يوصل لنا تنبيه بكل فيديو بينزل على القناة. ولو كان دي أول مرة تتفرج على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب ونسيب كومنت برأينا في الفيديو. لو عندنا أي استفسار أو أي سؤال هنسيبه بالتعليق. هنبدأ أول سؤال مع بعض، هنقول بسم الله مع سؤال الدايلوج. جانا أند نوها are talking about the decent life in Shira. هما بيتكلموا عن مبادرة حياة كريمة. هاي جانا، هاي نوها. أتلاقى I am preparing an article for the school week magazine. أنا بجهز مقال للسكول ويك magazine. يبقى هنا سألها بإيه؟ طبعا what are you doing? What are you doing? ماذا تفعلين؟ What are you doing? هتلاقي I'm preparing an article for the magazine. طيب هتلاقي it is about the decent life in Sheeta. يبقى طبعا السؤال what، طبعا الدايلوج ده سهل جدا لانه عدى زيه كتير علينا. يبقى what is it about؟ What is it about؟ يبقى المقال ده عن ايه؟ What is it about؟ هتلاقي it's about the decent life initiative. It is a plan to improve the quality of public service. المية خطة لتحسين جودة الخدمات العامة in rural area في المناطق الريفية. Do you mean it will help people in the villages to have better health care, education and other services؟ يعني هل بتعني أو بتقصدي إنها تساعد الناس في انهم يبقى عندهم رعايه صحيه افضل، تعليم افضل، وحلو خدمات افضل؟ فطبعا هتقول لها ايه؟ yes I do. يبقى yes I do. طيب هتلا when will it when will you finish this article؟ امتى هتنهي هذا الارتكل؟ ممكن بقى تقول لها في اي وقت، ممكن تقول لها ايه؟ هتلاقي can I read it before it is published in the school magazine. طيب ممكن تقول لها ان هو ايه، ممكن تقول لها next ايه؟ next week. فتقول لها can I read it؟ ممكن اقراه before it is published، قبل ما يتم نشره. يبقى تقول لها yes of course or sure. يبقى yes of course or sure. الاثنين. طيب السؤال الثاني، وده السؤال الخاص بالكلمات وجزء جرامر اللي هو قطع ناقصه كلمات. read and complete the text with words from the following list. عندي كلمه discovered اللي هو اكتشف، speaking، traffic المرور، results نتائج، discovering اللي هو اكتشاف، dyslexia اللي هو صعوبات القراءة والكتابة. طيب هنا بيقول لي آدم was born in Cairo. He started walking and ate at an early age. طيب يبقى هو بدأ يبقى طبعا walking and speaking. يبقى بدأ يتكلم ويمشي في سن صغير. He has loved the drawing since he was a child. يبقى كان بيحب الرسم منذ أن كان إيه؟ طفل صغير. Since he was a child. He was happy when he started primary school. However, his parents that he didn't like reading or writing. يبقى however ولكن والديه إيه؟ اكتشفوا. طبعا ده في past simple مش في الايه، مش في الاي ان جي. يبقى discovers that he didn't like reading or writing. They knew he had a كان عنده مرض ايه، طبعا الديسلكسيا. After that he got help at school and started to achieve a good a طبعا a good result. يبقى هو حصل على مساعدة في المدرسة وبدأ يحصل على نتائج جيدة. هننتقل إلى الكومبريهنشن. read read the read the following text then answer the question. Mars has been studied for hundreds of years. يبقى كوكب المريخ تم دراسته لمئات السنين. Scientists say that it is the planet
which is most like يعني هو الكوكب اللي يشبه الايه؟ الارض. A day on Mars is nearly the same as it is on Earth. يبقى اليوم على المريخ هو قد اليوم الموجود على ايه؟ على الارض. It lasts for 24 hours and 39 minutes. يبقى بيستمر اليوم ل 24 ساعة و39 ايه؟ دقيقة. However, a year lasts for 1 year and 320 days. لكن اليوم بيستمر لمدة إيه؟ سنة و320 يوم. So a year on Earth is almost twice as long as a year on Earth. يعني اليوم السنة على المريخ بتعادل سنتين على الإيه؟ على الأرض. If you looked at Mars through a telescope, you might see a very big mountain. لما تبص عليه من التلسكوب هتلاقي عليه جبل عالي جدا. It is more than 20 kilometers. يبقى ارتفاعه أكتر من 100 من 20 كيلومتر عالي. That is 3 times as high as Mount Everest. يبقى دوت أعلى 3 مرات من جبل إيفرست. أو يعني 3 أضعاف في إيه؟ ارتفاع جبل إيفرست. Scientists say that if you went in summer, if you went to Mars, you might find water under the surface. However, living on Mars would not be easy. يعني الحياة مش هتكون سهلة. In summer, the temperature is usually -5 degree, and in winter it can be -82 degree. يعني درجة الحرارة في الصيف بتبقى تحت 5 تحت الصفر. في الشتاء بتبقى 82 تحت الصفر. طب ايه هنا دي تعود على مين؟ طبعا تعود على a temperature. We hope that we will be able to travel easily to other planets like Mars and Venus in the future. طيب يقول إذا تكست mainly talks about يعني التكست أساسا بيتكلم عن ايه؟ star نجمة scientists a planet كوكب ولا تلسكوب؟ طبعا هو بيتكلم على البلانيت او الكوكب اللي هو كوكب المريخ. If you used a telescope, لو استخدمت تلسكوب to have a look at Mars, you could see طبعا ايه؟ and you could see a mountain. The underlined pronoun it only refers to the temperature. Answer the following. How long does a year on Mars last? السنة على مارس بقى هتستمر قد ايه؟ احنا قلنا ايه؟ يبقى for a year and 320 days. يبقى قلنا ايه؟ it is twice. يبقى it is almost sorry twice أو it is almost as 2 years on Earth. يعني هو حوالي بيساوي سنتين على الأرض. طيب find the names of 3 planets in the passage. 3 كواكب. طبعا هو ذكر الـ Earth ومارس ومين كمان؟ وفينوس اللي هو طبعا كوكب الزهر. Do you think that space travel will be much easier in the future? هل في اعتقادك انت بقى هتبقى much easier in the future؟ طبعا ممكن اقول yes. طبعا هو بيقول لي why and why not. طبعا السؤال ده عام يعني انا ممكن اجاوب اي اجابه. ممكن اقول مثلا yes because there will be مثلا more عايزين نقول ايه؟ هيكون في تكنولوجيا اكثر متطوره اكثر تطورا. او ممكن اقول هيبقى في faster transport يبقى there will be more faster مثلا faster rockets or spacecrafts.
because it either will be more technology, because transport will be faster. يعني انا هجاوب اي حاجه انا اقدر اكتبها. طيب عندي سؤال اللي choose will is writing or pictures that people paint or draw on walls. طبعا دي اللي هي الجرافيتي. Number two, something you make, حاجه بتعملها. When you are unhappy about something, لما تكون مش مبسوط من حاجه. وطبعا دي اللي هي ايه؟ الكومبليت اللي هي الشكوى. The word messenger has the same meaning as the word ايه؟ كلمه messenger. طبعا يعني نفس معنى الترافلر او الراكب. We add the suffix a to the word neighbor to meet a small area of city. طبعا هنحط لها المقطع اللي هو هود اللي هي neighborhood. Huge tankers carry oil across sea and oceans. يبقى اللي هي الحاويات الكبيرة أو ضخمة بتنقل البترول عبر البحار والمحيطات. طب التانكر هنا is a kind of a طبعا is a kind of ship. The horse won the race because it ran rapidly. كلمة rapidly طبعا means slowly. Sorry, means quickly. Means quickly. Complete the sentence with the correct form of the word in brackets. Omar was disappointed when he heard the bad news. طبعا disappointing مش بتوصف مشاعره هو، عايز مشاعره هو، يبقى طبعا was disappointed. Number two, I think it is good to buy clothes in shops than online. طبعا عندي هنا في than، يبقى طبعا عندي هنا ايه؟ better. Have you never ridden a horse? طبعا هتبقى have you ever ridden a horse. Number four, we usually have a family meeting with the weekends. طبعا هتبقى ايه؟ at the weekend. Both Saudi Arabia, Cameroon have won a match against Argentina in the World Cup. طبعا هنا both مع الرابط and، يبقى both Saudi Arabia and Cameroon. طيب عندي طبعا writing a short story about a school trip. يبقى انا عايزه اكتب قصه عن رحله مدرسيه انا رحتها. وطبعا الموضوع سهل جدا، ما فيش اي مشكله، بس المهم ان احنا نكتب اكبر عدد ممكن من الكلمات. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى انكم تكونوا استفدتم منه وتكونوا توفقتم في الاجابات. وان شاء الله استنونا في الفيديوهات القادمه باذن الله. Until we meet again, goodbye and don't forget like, share and subscribe to the channel. Goodbye and see you soon.